الطائرة العراقية الخاصة حاملة قائدا عربيا كبيرا إلى أرض المملكة المغربية. ففي الوقت الذي نزلت طائرة ياسر عرفات كانت الطائرة العراقية قد بدأت تنزل فوق أرضية مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وهكذا وبفارق لحظات قصيرة يصل تباعا قادة الأمة العربية، يصلون تباعا إلى أرض المملكة المغربية، وهي تستعد لاستقبال حدث كبير، حدث القمة العربية الطارئة. يلتقي قادة أمتنا العربية من جديد في بلدهم الثاني المغرب. أعلامهم يتوسطها علم المملكة المغربية، وبلدنا كان ولا يزال يسخر كل جهوده وإمكاناته من أجل وحدة الصف العربي ومن أجل القضايا المصيرية. وجلالة الملك الحسن الثاني اليوم هنا لاستقبال من جديد إخوانه قادة الأمة العربية بتطلع إلى المستقبل بأمل باسم وبرؤية جديدة متجددة للمستقبل. وفخامة الرئيس العراقي صدام حسين يصل اللحظة إلى أرض المملكة المغربية. مرحبا بالرئيس العراقي فخامة الرئيس صدام حسين من تلك الأرض العربية التي شكلت القلعة الصامدة في مسيرة الأمة العربية وفي كفاحها من أجل إثبات الذات ومن أجل الاستمرارية ومن أجل إرساء تضامن ووحدة وأمن واستقرار العالم العربي والإسلامي. فالعراق بموقعه الاستراتيجي بإمكاناته الاقتصادية الضخمة وبإنسانه العربي الأصيل أولا وقبل كل شيء يعتبر رافدا من روافد أمتنا العربية. فعندما نقول من المحيط إلى الخليج فإن لذلك دلالاته السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والبشرية. واليوم لقاء آخر بكل عناصر هذه المعادلة. تحية العلم. Thank you.
هكذا حضراتنا الدار الكرام نحيي علما تلو الآخر، ونتملى بطلعة علم تلو الآخر من أعلام أرضنا العربية الكبيرة، ونجسم من خلال هذا وذاك تلك الرغبة وتلك الإرادة وتلك الاستماتة من أجل قوة عالمنا العربي، ومن أجل وحدته وتضامنه وتحقيق غايات أبناء شعوبه. فمن العراق الشقيق إذن يحمل فخامة الرئيس صدام حسين تحايا شعبنا في الأرض العراقية العزيزة، ويحمل تحايا إلى إخوانه قادة الدول العربية، والعراق تشارك في هذه القمة العربية الاستثنائية. فبموقعها المتميز في حدود مشتركة مع سوريا وتركيا وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن، شكلت العراق دوما قلعة من قلاع أمتنا العربية التي نعتز بها. وتمتد الأراضي العراقية على مساحة تتجاوز 446,000 كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكان العراق 15 مليون نسمة، ويعتبر العراق من الدول المنتجة للنفط، حيث تختزن أراضي العراق احتياطات هائلة من هذه المادة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المعدنية، كما أن العراق يعتبر بلدا فلاحيا ويسخر لذلك إمكانات وأيادي عاملة من أجل دعم الأمن الغذائي العربي. أعضاء الوفد العراقي المرافق لفخامة الرئيس صدام حسين تقدموا تباعا للسلام على جلالة الملك، وجلالته يتجه مع فخامة الرئيس العراقي صدام حسين نحو القاعة الشرفية هنا بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. أرحب جلالة الملك بمدخل القاعة الشرفية وعلى الطريقة المغربية، طريقة الضيافة المغربية، بفخامة الرئيس العراقي صدام حسين، وبذلك تنتهي مراسيم استقبال فخامة رئيس الجمهورية العراقية. شكرا على اهتمامكم، إلى اللقاء.